أعلن المتحدث العسكري المصري إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي 174 كيلوغراما، وذلك كله من المواد المخدرة مختلفة الأنواع. ونتيجة لتبادل إطلاق النار نتج عن ذلك مقتل مهرب، كما تم إلقاء القبض على 6 آخرين. من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته اشتبكت مع مجموعة من المسلحين في المنطقة الحدودية وأصابت عددا منهم، بينما أصيبت مجندة إسرائيلية خلال الاشتباك. ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا سمير عمر. مرحبا بك سمير، ما هي خلفية هذه الرواية التي تحدثت عن إحباط عملية لتهريب المخدرات تقدر ب 174 كيلوغراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع؟ يعني وفقا لبيان المتحدث العسكري المصري وفقا لهذه الرواية، فإنه قرب 11 مساء يوم أمس وبالقرب من منفذ العوجة، وهي المنطقة التي تقوم دوريات تابعة لقوات حرس الحدود المصرية وقوات الجيش المصري بمتابعتها، سواء عبر أبراج المراقبة أو عبر دوريات راكبة تجوب المنطقة الحدودية الفاصلة بين الأراضي المصرية وبين قطاع غزة أو بين الجانب الإسرائيلي. أثناء هذه المتابعات رصدت القوات المصرية وجود محاولة لتهريب المخدرات عند جنوب معبر العوجة، فبادرت بملاحقة المهربين. هنا لدينا رواية مصرية تقول إنه تم مقتل أحد هؤلاء المهربين وإلقاء القبض على 6 من المهربين، وكانت حجم المخدرات الموجودة نحو 174 كيلو جراما من المخدرات متنوعة الأنواع. بالتأكيد الستة المقبوض عليهم سيتم استجوابهم لمعرفة ملابسات والتفاصيل، وما إذا كان هناك يعني متعاونين من الجانب الآخر وسهلوا لهم العبور أو كانوا سيتلقون هذه الكميات من المخدرات أم لا. لكن وفقا للرواية المصرية هذا ما حدث تماما بعد أن تم رصد محاولة التهريب، تم الاشتباك مع المجموعة حيث تم قتل أحد المهربين والقبض على 6 آخرين. وأن أيضا في بيان المتحدث العسكري أن هذا يحدث في إطار قيام القوات المسلحة المصرية بحماية الحدود الشمالية الشرقية للأراضي المصرية. إذن هذه الرواية تشير إلى وجود عملية تهريب لمخدرات عبر الحدود تم إحباطها. إلى أي مدى تنسجم هذه الرواية مع ما قاله الجانب الإسرائيلي؟ هي تبدو متماسكة تماما، لأن أثناء محاولة التهريب كان هناك مطاردات من الجانب المصري، وليس مستبعدا أن يكون هناك عدد من أعوان هذه المجموعة المهربة قد حاولت العبور إلى الجانب الآخر، أو كنا هناك من يساعدهم من الجانب الإسرائيلي. وهذا ما أكدته المصادر الأمنية المصرية، وما أكده أيضا بيان المتحدث العسكري المصري الذي صدر صباح هذا اليوم. شكرا لك من القاهرة مراسلنا سمير عمر.